<applause> ربنا يصبر ربنا يصبر. يصبر. ربنا يصبر. الله قلبي وعنيا الاثنين راحوا مني جمله واحده لخصت باختصار حياه ست مصريه بسيطه فقدت عيالها الثلاثه بسبب اعصار دانيال ماساه الام مش هو ولد ولا اتنين دي في عيالها الثلاثه وكمان ابوهم اللي انتهت حياته من فتره ايه اللي حصل مع ولاد الست بالظبط وايه حكايتها هي شخصيا كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده حزن شديد بتمر بيه سيده مصريه فقدت ولادها الثلاثه، ولادها عواميد البيت وجدرانه زي ما بتقول، البيت خلاص ما بقاش بيت بعد ولادها ما انتهت حياتهم، بتحكي الست في فيديوهات منتشره ان حياتها بقت ضايعه تماما بعد اللي حصل في ولادها، قاعده الست وحيده لا في ابن ولا زوج ياخد باله منها ويرضيها ولاد الست الثلاثه انتهت حياتهم في اعصار دانيال بليبيا، بالنسبه للاب فده انتهت حياته هو كمان بس مش في الاعصار، الاب انتهت حياته من تلات سنين قضاء وقدر حاولت مواقع اخباريه كتير انها تتكلم مع الست وتعرف تفاصيل اللي حصل مع ولادها الثلاثه وهل ولادها كانوا شباب متجوزين ولا لسه في اول حياتهم هم كانوا في ليبيا اصلا بيعملوا ايه وقت الاعصار بيحكي موقع فيتو الاخباري في تقرير ليه ان ولاد الست اسمهم احمد وعبد الرحمن ومحمود اعمرهم كلهم بين 22 وال 25 سنه يعني شباب لسه في بدايه حياتهم الشباب زيهم زي شباب كتير في جيلهم حاولوا يدوروا على اكل لعيشهم وفرصة لكسب فلوس كويسة راحوا الشباب من فترة لليبيا اشتغلوا هناك بيشيلوا رمل وزلط في أعمال البناء حاولوا يعني إن هم ياكلوا بالحلال ويسترزقوا على قد ما يقدروا واي فرصه شغل تانيه كانوا بيشتغلوا فيها، كله لاجل لقمه العيش وفلوس يبعتوها اخر الشهر لامهم في بني سويف، حاليا الام دلوقتي مش لاقيه اي حاجه نهائي، على كلامهم فقدت كل ما تملك، ولادها الرجاله وابوهم الله يرحمه كانوا هما مصدر رزقها، وغير انهم مصدر رزق فكانوا هما اهلها وسندها في الدنيا بعد ربنا سبحانه وتعالى، بتحكي الام وهي زعلانه جدا والحزن باين عليها وعلى كل اللي حواليها، بتقول الام ان ابنها الصغير كان بقاله تلات سنين كاملين هي ما شافتهوش واخوه الوسط من سنه فاتت برضه بالنسبه لتالت عيالها فده من قبل العيد تقريبا يعني كلهم مر عليهم فتره ما تجمعوش سوا مع امهم بتحكي ام الشباب الرجاله اللي انتهت حياتهم في ليبيا ان عيالها دول عندهم اربع عيال لسه صغيرين فيهم عيل يدوب عدى على ولادته شهر بس متخيلين ايه اللي بيحصل مع الست للعلم مش الست لوحدها اللي بتمر بالظروف دي في قريه كامله في بني سويف فقدت 74 شاب من ولادها جدعان. كلهم انتهت حياتهم في ليبيا بعد الاعصار الصعب ده في النهايه ادعوا للست بالصبر وربنا يقويها علي اللي هي فيه وكمان ادعوا لكل اهل الشباب دول اللي انتهت حياتهم في ليبيا نتيجه اعصار دانيال